يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هل في ذلك شيء؟ الذي ورد به السنة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 33 وتمام المئة تقول لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، فدل على أن الانفصال على أن إيش؟ على أنه يفصلها. هذه هي السنة إن شاء الله.